السلام عليكم. أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عوض ابن عوف مساء الجمعة تنازله عن منصبه، وذلك غدا إسقاط نظام عمر البشير. وقال ابن عوف إنه اختار الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن المفتش العام للجيش خلفا له في منصبه، وأضاف أنه يثق بكفاءة عبد الرحمن وجدارته في هذا المنصب، وأنه سيوصل السفينة التي أبحرت إلى بر الأمان. وأكد أنه عليه لقد اخترت الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن خالفا لي. وأعلن إعفاء الفريق أول كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد أن أصر هو على ذلك، فعجز منطقي عن إقناعه، وبقية الإجراءات ستتم وفق نظام وقوانين القوات المسلحة. وقال أرجو أن يظل الوطن آمنا وأمانا بعنق شعبه وجيشه وقادته. هذا الوطن سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وإن كان لي أمل فهو أن أرى هؤلاء القادة يصلون إلى نقطة تفاهم عاجلة لما يمر به وطننا دون التمسك بالمواقف ودون الالتفات إلى المصالح. وإن كان لي فخر فهو بهذا الشعب والجيش، ووصيتي التوصل والالتقاء، فسوداننا يسع الجميع. واختتم بأنه يرجو أن لا يتم تأويل قراراته بالتنحي. وفي أول عرض فعل سوداني أعلن التجمع المهنيين السودانيين ترحيبه بالتنحي، معتبرا أنه انتصار لإرادة الجماهير. وفي الأخير نشكركم على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.